سلام، مرحبا بكم في القناة تاعي. طلبتوا مني ندير لكم فيديو شوية معاكس. قلتوا لي هدرينا على العروسة الشريرة اللي يعني اللي عندهم عروسة ماشي مليحة، كيفاش يتعاملوا معاها. كاين قالوا لي عندنا عروسة ما تخدمش كاع الشغل، ما تحبش تخدم، كاين بزاف ليكا يعني. دونك قبل ما نبدا الفيديو هذا، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، حطوا لايك يعجبكم الفيديو، وتابعوني على الانستغرام. أول حاجة راح نقولها لك بيان سيغ انك حاولي تتعاملي معها بلطف، حاولي تتعاملي معها باحسان، يعني كبري قلبك وسعي خاطرك، سورتو الا كانت هي صغيره وانت كبيره، ولا المهم عامليها باحسان. بالك هذيك الانسانه تقدر تتبدل. انسان كي يعاملوه دائما باحسان، هو يرضى وهما ملاح معاه يقدر يتبدل. يعني كاين ناس يقدروا يتبدلوا، دونك انت حاولي انك تجربي هذا الجانب قبل. الحاجه الثانيه، ديري في بالك باللي هذه يعني لازم تقتنعي بها، انه هذه مرت خوك وخوك يحبها، وبلك هذه يمات ولاد خوك. دونك كاين بزاف ناس ابخي دي زاني ما تقدروش يتقبلوا العروسه، سواء كانت مليحه سواء ما كانتش مليحه، مي ما قدروش يتقبلوها. لازم الواحد يتقبلها. يعني تختو اللي ما كانتش مليحه هذه صعيبه، مي لازم تعرفي باللي هذه هي مرت خوك، يعني افي. دونك لازم تصيبي كيفاش تتعاملي معها. حاجه واحده اخرى نقولها لك، لازم تكوني دائما مهذبه. ما تنسيش تربيتك، ما تنسيش مبادئك، قد ما ضراتك قد ما خسرات لك، ما تنسيش انت التربيه اللي نشاتي عليها. و إذا كانت هي نيفو با، ما تحطيش النيفو حتى ليها. ماشي كل يوم في الدار دواس وعياط، مين داك اللي كيدي، مين داك، يعني كل خطرة كيفاش. يعني بيني لها سورتو كي تجي لداركم، يعني كاين شي عرايس كاين صح يمات العروسة وين تحرش، هادي تكزيستي ما نكذبوش. يعني على حسب هي واش تلقات ظلم من العرايس، من سلواس والواسات والعجوزه بكري. دونك توصي بناتها وتقول لهم بالك وكدا وديروا كدا ومن الاول كدا. دونك دوريجين تروح لعروسه محرجه، يعني حاجه ما يستاهلش. وثاني كاين عرايس دوريجين هما اخلاقهم سيئه، بينها في الديبي بلي ماكيش لوسه شريره ولا ماكيش عجوزه شريره. يعني ما راناش نصحوا في العجايز، اكيد العجايز اكثر خبره منا كامل، مي ليك انت يعني كلوسه كاخت زوج انت، ولا تقولي ليماك، ولا المهم ناس دار، يعني اهل البيت، بينيها بلي انك طيبه، انك ماشي تاع شر، ماشي تاع دواس، ماكيش غايره منها، ماكيش رايحه تنحي لها بلاصتها. يعني كاين في الديبي تجي مخلوعه، تجي شاده روحها بزاف، مي غير تشوف يعني ناس دارها طيبين ملاح تنطلق. الا شفتهم جابدين روحهم ولا واعرين وقباح تزيد تقباح اكثر. يعني كاين بزاف لي جور تاع الناس ما تقدريش تعرفي كيفاش دايرين. دونك انت من الديبي في الديبي كامل، باسكو كاين عرايس يديروا مشاكل وقت الخطبه، يعني قبل ما يجوا للدار يكونوا ديجا ناس دارهم كرهوهم وهما يعني تكارهوا صرا دواز ايتو. دونك انت سي كي تدخل داركم العروسه ما تبينيهاش باللي راكي كونتر ال، يعني حاقد عليها ولا شريره ولا لوسه، يعني بمعنى الجزائري لوسه. باسكو بعد الجزائري اللوسه واعره، قلتي بيني لها العكس. حاجه واحده اخرى ننصحك بها بزاف، انك ما تزوخيش عليها ولا تبيني لها واش عندك. تقدر تغير منك، يعني كل انسان والشخصيه تاعو تقدر تغير منك، تقدر دير مشاكل، تقدر انت عندك ولا توا مرفهين هي ما عندهاش، ولا انت تخرجي تحوسي هي راجلها زابطها، ولا انت تقراي وهي حبس لها القرايه، ولا انت تخدمي وهي ما صحت لهاش خدمه، بالك انت عندك دراري هي ما جابتش دراري. دونك انت ابدا ابدا ما تبيني لها واش عندك، ولا علاقتك مع والديك ولا مع اخوها ولا مع راجلك، ولا يعني ما تزوخيش عليها، ما تبيني لهاش، باسكو هذا الشيء يقدر يزيد لها نار الحقد في قلبها الا كانت اخلاقها سيئه. بين قوسين انا نحكي على عروسه الشريره، داكوغ باش تفهموا. انا نحكي على عروسه الشريره، مش نحكي على عروسه بنت فاميليا، نحكي على عروسه الشريره. اما تجي ديريكتومون شريره، اما هي اخلاقها لا غالب عليهم ربي يهديها. كاين تاني ديكا يعني لازم نحكوا عليهم، العروسه تجي لبس بيها تخدم بريتها. قلتوا لي بزاف التعليقات، قلتوا لي بزاف سيختو الفيديو اللي هدرنا على ليطاج من الفوق، قلتوا لي بزاف بلي احنا رحنا بنيتنا من بعد كي شفناهم حقرونا وداروا فينا تير ايبا، قلبنا العقليه وجبدنا روحنا، ولا وليت جمون فوتيست و
المهم دونك انت يا كاخت زوج عمرك 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 ما تحقريها، ولا شتي خواتك يحقروها، ولا مسلواسك يحقروها، ولا من امك تقدر يعني ما تتقبلهاش ولا تحقرها. هذا الشيء معقول بزاف، مي سيو انكم تتعاملوا معاها على الاقل كصديقه، ما نقولوش تدخل الفاميليا مباشره لان هذا الشيء صعيب، ما نقولوش كاخت هذا الشيء صعيب في الديبي لازم هذا مع العشره، مي في الديبي على الاقل عامليها كصديقه يعني جات تقعد عندكم، من بعد بشويه بشويه كنت تعرفوا على عقليه بعضاكم وتوالفوا بعضاكم. هي كي تشوف هكا تقدر تنقص من الاساءه تاعها، تقدر تنسى التحراش اللي جات به، تقدر اخلاقها ما يقدروا يتريقلوا. مايدا كانت حست بالحقره ولا حست بالبروفيتاج ولا حست بالضغط، اكيد راح تزيد في الاساءه تاعها اذا كان اخلاقها سيئه. قلت لي ثاني عندنا عروسه ما تخدمش، وقت تخدم طول السمانه نهار السبت تقعد في الدار تريح ما تحبش تخدم، هذه لا هذه ما كاش منها، دائما الشغل لازم يكون مقسوم من الديبي يعني في الديبي فهميها باللي هاو شغلنا كيفاش داير، هاو احنا شغل كل واحد كل دار وشغل تاعها ما يتشابهش الشغل، دونك نتوما كي تجي هاو شغل كيفاش، هاو المعن كيفاش، هاو طيبنا كيفاش، هيتو ديري الهداله تفهمها بالسيف عليها، لازم بأي طريقة حاولي أنك بأي طريقة أولا بلاتي هي أحسن أنك تقولي لها فوالا احنا لازم نتعاونوا في الدار، احنا هذه عقليتنا دالة بدالة، انتي طيابنا الماعنة انا الماعن انتي طياب اكسيتيرا. إذا كانت تخدم طول النهار العشية هي إما صابة الطيب واجد هي تغسل الماعن، صابة الطيب ماشي واجد هي الطيب، المهم الشغل يكون مقسوم، هذه حكينا عليها بزاف من قبل. إلا خدمت طول السمانة ما خدمت والو، والويكاند بالسيف هي تخدم، إلا شتيها ما ناضتش أنت ما تنوضيش، لا أنت لا يماك لا مرت لوسك، أنت ما لازم هي تنوض تخدم حاجة، لازم على الأقل حاجة ولا زوج. باسكو هكايا راح تولوا نتوما تخدموا عليها وهي مريكه وتشوف فيكم ما دير والو، من بعد توالف من نهار تقول لها نوضي تقول لك علاش نوض. دونك انت من الديبي لازم تدخليها في الداله تاعكم وتفهميها بلي هذه هي دالتنا. اذا شتيها صح انسانه بروفيتوز، صح انسانه شريره، صح انسان ما حبش تخدم حبيت يعني دير كراعها في داركم وهي تخدم برا وانتوما تخدموا في الدار عليها، نو ما ديريهاش. ما كاين ناس يروحوا هي تخدم وهم يدخلوا يخملوا لها شومبرتها ويمسحوها لها، وزيد كي تجي تلقى الفطور واجد والعشاء واجد وبالك ما يشدوا لها ولادها وهي ما دير والو، نو هذه نو، ما تحطي ما تخلي لها ماكله. ما في الديبي قلت لك روحي بلاتي هي احسن، شتيها معوجه وما حبتش بلاتي هي احسن، روحي بلاتي هي اخشن، ما تخلي لهاش ماكله ولا دبي راسك واش ديري معاها، حتى تزيريها حتى تتسقم تولي تخدم معاكم باش تكون مسؤوله. انا دائما نقول لكم الشغل لازم يكون مقسوم، خاطرش الا كان كامل على جهه وحده، الا كنتي انت عايشه وحدك في الدار خدمتي كاع شغل الدار ما حش تحسي، حتحسي غير بالتعب ما حش تحسي بالظلم، اما الا كنتو زوج وحده تخدم كلش الاخرى قاعده راح تحسي احساس فظيع، صدقوني راح تحسي احساس فظيع. على هذه لازم الشغل يتقسم بالتي هي احسن ولا بالدرع، هذه فرق منها بالسيف لازم تخدم، وشنو ما تعطيهاش كاع الشغل ليها هذه اكيد، يعني ما لازمش الانسان يظلم، لازم كل شيء يكون مقسوم بالعدل. هذه هي الا كانت عروسه حبت تبين روحها وحبت تكبر وحبت تشوف روحها، ولا حابه هي انا وين جات حابه تدير بلاصه عاليه لروحها والاخرين تسبريميهم يعني نسى الواسها الاخرين ما كان والو، وبدات تمنشر لك زعما حبت تجبد لك ليك ولا يعني كاين ناس باش يرفعوا مقامهم يصغروا من مقام ناس واحد اخرين، اذا حبت تمنشر لك في فلانه ولا فلانه في سلواسها ولا في اي واحد من العائله ومثلا ذكرت لك انه هذاك ما عندهاش الجو ولا اي حاجه، قولها حبسيها في حدها انك ماكيش معاها، قولها معليش ما عندهاش الجو بصح الاخلاق تاعها هايلين يعني هكايا، باش هي تعرف بلي مسحتي لها فمها ماكيش معاها و سي با لا بين تبنشري اللي فيهم، انا نحبهم وانا نتفاهم معاهم، دونك هكا هي تحبس بشويه تبنشر. عندك اذا زاخت عليك وحبت تبين لك واش عندها ولا جابت معاها ولا خوها كيفاش يعاملها ولا كدا كدا كدا، انت ما تعنديهاش باسكو هذا نيفو با. شوفوا ديروا مليح في بالكم بلي الانسان عمره ما يزخ غير اذا حس روحو ناقص من اي جهه، حس روحو ناقص، دونك
انت ديري في بالك باللي عقليتها مازالها تتعلم، مازالها جايه للدنيا. الزوخ هدايا امر يعني شائع بزاف بين النساء للاسف، اللي ما عندهمش نيفو يعني، اللي ما يعرفوش الدنيا كيفاش تمشي. انت ما تديش عليها يعني، طنشيها شغل هضرت ولا ما هضرتش كيف كيف، ولا ربي يزيد لك. المهم دير في بالك، ديري روحك باللي ماكش كاع مهتمه بواش تقول، شدي في تليفونك وخربي فيك تكون تهضر معاك ولا. المهم باش تبيني لها باللي مانيش نسمع لك. عندك اذا حبت تتحكم فيك ولا فيكم، ولا خسرت لك في الهضره، ولا بدات ديريكتومون في الدار بابي تخبط، ولا المهم الى خسرت لك في الهضره سورتو، ولا يعني كاين شي عرايس يحبوا قادرات يعني واعرات يحبوا يتحكموا في اهل الزوج، انت تما حطيها في حدها. بريميرمون كما قلت لك بلاتي هي احسن بادب وباخلاقك ومبادئك. ثانيا اذا ما حبتش تكوني حازمه معاها، قال اسمعي يا فلانه ستوبي، انا هنا ما تخسريليش في الهضره، انا مني في دارنا، انت هذا وين جيتي، يعني هكا قولها ما نسمحلكش ديباسي الحدود تاعك، ما تهدريش معايا بهاد لا فاصون، سقمي هدرتك هكا، هدري بلهجه شويه فولغار يعني، ماشي بالعياط وزقا نو، مي شويه فولغار شغل، باش هي شغل تعرف بلي انت عندك قيمه، عندك مكانه في الدار، وخاصه الا شتي عايشه على يماك، ولا بالك تسكتي ولا تخافي منها ولا تخافي من خوك. كاين اللي ساكتين على العروسه نشتهم على جال يخافوا من خوهم، والعروسه دايره تير، دايره رايها في العجوزه في الشيخ، يعني دايره تير. دونك انت هدري معاها، يندب خوك هذاك اللي تخافي منه، ما تخافيش ابدا امام ليك ولا لباباك ولا ليماك، ما تخليهاش تخسر ابدا، حطيها عند حدها. اذا هبلاتك يعني كل يوم مشاكل، كل يوم تجي تشكي لك من خوها، تجي تشكي لك من الوضعيه اللي عايشه فيها، ماهوش عاجبها الحال وكذا وكذا، ما ديريش عليها، انت ما ديريش عليها يعني، مع الوقت راح تسكت، باسكو لا الانسان كي يوالف هذيك المعيشه يوالف خلاص يتعود عليها يبدا يسكت، مي في الديبي يكون يشكي، يكون يبين روحه زعما مسكين، تقدر باش زعما ما ديرش حاجه تبدا تشكي، اي راسي اي كذا، انت ما ديريش عليها، باسكو هذا الشيء كامل يروح مع الوقت، انت طلعي النيفو تاعك، وهذوك المشاكل الخفاف هذوك ما كان لا يصرى عليهم الزقه في الدار وتوجعي قلب يماك وباباك. دونك قلت لك غير الا خسرت لك في الهضره ولا ديباسات لي ليميت تاعها حبسيها في حدها. كي يصرى لك اي مشكل معاها، واكيد هاد الجوغ تاع العرايس راح يصرى لك مشكل معاهم باسكو اخلاقهم سيئه ويحبوا ياذوا الناس، حلي المشكل معاها يعني انت وياها برك، ما تدخليش خوها في يعني خوك راجلها، ما تدخليش في الوسط، ما تروحيش انت صباح تدوسي معاها العشيه كي يجي راجلك تحكي له اي واش دارت هاي دارت هاي واش دارت، ومن بعد كي يروح ليها هي بالك ترضيه ولا زوج كلمات ولا تعاود ترجع كامل الهضره عليك، ومن بعد تعاود تزيد دير فيك المنكر. ثاني ما تدخليش باباك ولا خوك في الوسط وتقول لهم شوفوا واش يدير فلان، شوفوا باسكو رجال ونسى ماشي كاع كيف كيف في الدواس، ماشي كاع كيف كيف، يقدروا الخاوه يداوسوا بياتهم يتقاتلوا، يقدروا واحد يخرج من الدار، واحد يقاطع خوه، يقدر الاب بعيد الشر تطلع له لاطونسيون ولا. دونك انت مشاكل النساء خليهم بين النساء، كيما قلت لكم في هذا الفيديو، لو كانت تنشفوا مشعر مي رجال خلوهم ابغ، رجال واعرين في الدواس، ماشي كيما حنا يا نساء تمتم النساء وتمتم يعني غير خفيف غير هضره هكا تكفينا يعني تبرد لنا قلبنا، رجال ماشي كيف كيف. عندك حاجه مهمه بزاف واللي جينيرالمون ولا ماشي جينيرالمون كاع العرايس يكرهوها، مام الا كانت طيبه ولا كانت سيئه، بالك انت ما تنتبهيش لهذا السوجي، ولا انك عمرك 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 ما تدخلي روحك في ولادها ولا في تربيه ولادها، ولا تقولي انت ما تعرفيش تربي، ولا هو كيفاش ديريها ديريها واش ديري انت كي غالطه، ولا تدخل لها نسال في فيهم باسكو ولاد خويا بنات خويا، كما بعثت لي البارح وحده كومونتير قالت لي يعني لوستي دايره فيا تير، هذه يعني لوسا شريره، مي دات لها بنتها دراع وردعتها لها قالت لها هذه بنتي انا تاني، يعني في هذه الكوتي كوني بزاف حذره، ما تخليهاش ما تبينيهاش باللي ما تعرفش تربي ولا قولي لها بلاتي هي احسن سيدي ما تدخليش كامل روحك. اذا صار لك مشكل كبير 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 وكانت هي دير فيك كلش، ومن بعد تحكي انك انت درتي لها كلش، يعني دير البهتان، يعني كاين ناس هكايا للاسف يعني تدوس معاك ومن بعد تروح تبيع لخوك باللي انت اللي ضريتيها، ومن بعد يجي خوك انا شفتهم هذوما تاني، يجي خوك ممكن حتى يضربك على جالها على شاذيتيها وعلى
باش تمام الواس، الواس يديفونديو على العروسه ضد خواتاتهم للاسف. انت هنا واش ديري؟ خير انا في عصر التكنولوجيا ولا لا؟ لا خلاص، هذاك عصر تاع بكري تاع نبيع ويبيعوا لي وامنوني وما امنونيش. فيلمي انريجستري، هي راهي تسب راهي تعاطي راهي كذا، انت راكي تنريجستري ولا راهي دير كاش حاجه ولا تكسر كاش حاجه، انت راكي تفيلمي. خليهم ابا اونكا وكاش نهار دارت فيك بهتان، دارت فيك تيكي، دارت فيك خرجت فيك هضره، حتى كذبت عليك وقالت لاي واحد سيرتو لراجلها انك ظلمتيها وكديري وكديري، نهار يجي يهضر معك اي واحد هاوليك هاو الدليل، هكذا دوكا الواحد لازم يخدم. الحاجة الأخرى اللي نقولها لك، ولا قبل الأخيرة اللي نقولها لك، إذا كانت عروسة انسوبورتابل، جو دي بيان انسوبورتابل، يعني شريرة وما تحشمش، وقد ما سيتي معاها بلاتي هي أحسن ما فاتش، بلاتي هي أخشن ما فاتش، ومام راجلها مهبلاته، يعني منكدت لكم حياتكم، الحل لهنا أنكم تبعتوها لدارها، تريكلي عقلها، تخمم مع روحها، تعرف قيمتكم، ومن بعد نهار اللي تتأدب عاودوا رجعوها. هذا هو الحل. كاين بزاف اللي فادت مع هذا السيره، يعني يروحوا يبعتوهم كي يخافوا ويشموها قاصه يريقليو روحهم ويريقليو لسانهم سورتو ويعاودوا يولوا الدار لاباس بهم. الحاجه الاخرى اللي نعطيك نصيحه، انك الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، بالك هي تكرهك، بالك انت تكرهيها، ما تتحاملوش، ديري جاست وشري لها حاجه صغيره، سيدي بوندو، سيختات، منقوشه، جبه، خمار، بليغه، بنتوفه، اي حاجه هكايا غل فيها واعطيها لها كادو. ولا والله غير كنت برا شفت هديه خممت فيك شريتها لك، ولا زعما شري لك وقولها انت يا اخي اختي هاكي انا شريت لك وحده معايا، عباك بلي شغل بيرتوربيها ما تفهم والو كيفاش هي كاع داك الشر اللي دارته فيك انت جايبت لها كادو. بشويه بشويه اكيد راح يضرع قلبها، اكيد راح تسقم روحها، باسكو هذه وصلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك فوالا، يعني دائما الاحسان يغلب بالشر، ما من طول من الاحسان يغلب بالشر. هذا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون استفدتوا منها، ومام البنات اللي عرايس ان شاء الله ما ديروش هذه الغلطات باش ما تطيحوش في هذه المواقف. نبقى نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. سلام.